اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل. نتعرف في خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تراجعت لدى اغلاق جلسه تعاملات اليوم الاحد، اولى جلسات الاسبوع، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي ايجاكس 30 بنسبه 17% مسجلا نحو 11,036 نقطه و93 من النقطه، بينما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبة 1.35% مسجلا نحو 2845 نقطة و74 من النقطة، وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 99% مسجلا حوالي 3832 نقطة و99 من النقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الاكثر نشاطا في السوق بنسبة 45.2%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14.59%، أما قطاع مواد البناء فقد جاء في المرتبة الثالثة بين قطاعات النشطة بنسبة 9.89%. هذا وقد حقق رأس مال سوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بنحو 2.5 مليار جنيه لدى أغلاق تعاملات جلسة اليوم، ليصل إلى مستوى 723.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو ملياري جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل يسعدني أن يكون معي ضيفا في الاستوديو الأستاذ حسام عيد، خبير أسواق المال محلل فني. أهلا بحضرتك أستاذ حسام. أهلا بحضرتك فندم. أستاذنا حضرتك والسادة المشاهدين متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة، ثم نبدأ تحليلنا لهذا الأداء، ابقوا معنا. في أولى جلسات الأسبوع، اللونان الأحمر والأخضر كسوا مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تباين أداء أسهمها ما بين الهبوط والصعود لدى إغلاق تعاملات الأحد. البورصة تأثرت بعمليات شراء من المستثمرين الأجانب والعرب، أحدثت نشاطا نسبي على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات. قبلتها عمليات بيع انتقائية من المستثمرين المصريين لجني الأرباح على الأسهم الكبرى والقيادية في إطار عملية إعادة هيكلة المحافظ المالية التي تشهدها السوق تمهيدا لانطلاقة قوية للأسهم في الربع الأخير من العام. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح أكثر من 2.5 مليار جنيه، ليصل إلى 723 مليارا و682 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، تضمنت قرابة 1.1 مليار جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 انخفض هامشيا بنسبة 17%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.35%، كما صعد مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 99%، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بالسوق صعودا وهبوطا، حيث تراجع 63 سهما من 191 سهما جرى التداول عليها، بينما صعد 89 سهما واستقرت 39 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير نبدأ تحليلنا لأداء السوق اليوم مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسام عيد، خبير أسواق المال. أستاذ حسام، اليوم الجلسة على ربح وإن كان المؤشر الرئيسي متراجع، بداية بس تقييم حضرتك لأداء المؤشرات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا الأداء المتباين هو اللي بيسود جلسة اليوم، أداء جلسة اليوم سواء أسهم القيادية الـ EGX 30 أو الأسهم الصغيرة والمتوسطة الـ EGX 70. شفنا في حركة صعود وهبوط لأغلب أسهم المؤشر الرئيسي الـ EGX 30، وشفنا إن في بعض عمليات جني الأرباح بتحدث على الأسهم القيادية وبعض عمليات أخرى عند مستويات الدعم للأسهم القيادية بنشوف فيها فتح مراكز أو ري انتري للموني اللي خرجت الأسبوع اللي فات عند نقاط الدعم الرئيسية لهذه الأسهم القيادية. شفنا في تأثير الجلسة أو الأداء المتباين كان على المؤشر بهبوط أغلق عند هبوط وأكثر من 19 نقطة تقريبا عند مستوى 11,036. الإيجابي في
جلسة النهاردة أن المؤشر الرئيسي لم يكسر المستوى الدعم الرئيسي اللي هو 11000 نقطة. ده شيء الإيجابي والمطمئن في الموضوع في جلسة النهاردة. النهاردة شفنا في اتجاه من المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء عند نقاط الدعم الرئيسية. طبعا احنا تعودنا الفترة اللي فاتت ما قبل شهر ماضي شفنا فيه حركة عرضية طويلة جدا للمؤشر، شفنا فيه أموال بتضخ عند مستويات الدعم الرئيسية وفي عمليات جني أرباح من المؤسسات عند مستويات المقاومة الرئيسية، وبالتالي ده الأداء مستمر معانا. بنشوف عند نقاط الدعم مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، بنشوف فيه عمليات فتح مراكز مالية، في ضخ سيولة بيحدث من المؤسسات المالية العربية والأجنبية والمصرية أيضا في بعض الجلسات، ومن ثم تأخذ المؤشر مرة أخرى إلى مستويات المقاومة. أول مستوى مقاومة ممكن نقابله أو نختبره الفترة اللي جاية هو 11200، وباختراقه نستهدف مستوى المقاومة الثاني. ليه المقاومة اللي كانت معروفة دايما هي العنيفة لل 30 يعني. بالظبط. طيب خلينا نتكلم بوضوح، في لسه لا تزال حالة من التخبط لدى المستثمرين في عملية فهم سعر الإغلاق وفق المتوسط المتحرك اللي بيتحسب بعد نص ساعة بالظبط أو نص ساعة تقريبا بالظبط من ساعة لحظة التنفيذ. يعني عايزين نوضح دي للسادة المشاهدين، يعني أنا كمستثمر فرد كيف أتعامل مع مسألة سعر الإغلاق؟ يعني هما الناس متلخبطة، ارتفع السهم 5% ولا أخرج بيع عشان ده بكرة هينزل، كان قبل كده هو بيكمل بالزبط. يعني فنوضحها. وطبعا جلسة المزاد اللي تحددت في التعديلات الأخيرة من تداولات البورصة كانت بتبدأ من الساعة 2:15 بإيقاف الجلسة، وبيتم جلسة المزاد من الساعة 2:15 حتى الساعة 2:25 دقيقة لمدة 10 دقائق. بيحصل عملية مزاد على الأسهم لتحديد سعر الإغلاق، ومن ثم تبدأ التداولات مرة أخرى عند 2:25 دقيقة لمدة 5 دقائق لحد 2:30 بأسعار الإغلاقات التي حددت في جلسة المزاد. طبعا هو أي آلية جديدة بيحصل فيها أول ما تطبق بيحصل فيها عملية يعني جدال وارتباك، وده الافضل، لا النظام القديم هو الافضل. هي معلش يا استاذ اسامه، يعني عذرا يعني المقاطعه، هي لسه الشركات نفسها في عندها حاله تخبط في حساب المارجن يعني واغلاقاته وفتحه ونسبه يعني في، فعشان نوضحها بس للمستثمرين الافراد لان هم يعني طبعا المحرك الرئيسي للبورصه. اتفضل. وطبعا الآلية الجديدة جلسة المزاد هي اللي بتحدد آلية بتنفيذ لا يقل عن 100,000 جنيه كحد أدنى أو ما يعادلها بالدولار كحد أدنى، ده اللي الكمية اللي تحدد تغيير سعر الإغلاقات للورق. طبعا الآلية دي هي بتتماشى مع بعض الأسواق العالمية، طبعا هي اتخذت لمواكبة الأسواق الأخرى مع فتح الحدود السعرية 20% برضو متوازي مع الأسواق الأخرى عشان خاطر نبقى على نفس مسافة واحدة من جميع الأسواق. الموضوع أتفضل. الموضوع بيتلخص في أن الآلية الجديدة لم تدرس يعني من قبل المستثمرين، لسه ما حدش استوعبها او استوعب تنفيذها. ليه تنفيذها؟ احنا بدانا في مع بدايه تنفيذ الآلية من يوم الاحد الاسبوع الماضي شفنا في ارتباك، في عدم فهم للموضوع او الآلية او جلسة المزاد تحديدا، وبناء عليه شفنا في حركات ارتباك بدايه من جلسة الحد الى جلسة الخميس. بدانا نشوف النهارده في استقرار الى حد ما نسبي في التعاملات اثناء جلسة المزاد، وبعد انتهاء جلسة المزاد بنشوف استقرار او تنفيذ فعلا بعد انتهاء جلسة المزاد الى الساعة 2:30، على عكس الاسبوع الماضي ما كناش بنشوف تنفيذات كتيرة بعد انتهاء جلسة المزاد وتحديد سعر الاغلاق لاغلب الاسهم. طيب البعض، معلش يعني انا بوضح او بحاول انقل صورة المستثمرين الافراد، هم بيبقوا الاغلبية الكبرى. طب البعض بيرى ان مسألة التنفيذات اللي بتتم بعد الجلسة بتكون هي بتسموها في المصطلح مارجن كول، يعني ده لابد تسوية المراكز الشرائية للي واخد مارجن وكان عايز يخرج، لكن ما بتكونش فيها اضافات لسيولة جديدة. هل ده صحيح ام خطأ ولماذا؟ يعني اعتقد ان المارجن بيتقفل قبل جلسة المزاد، لان ممكن بعد جلسة المزاد ما بتنتهي وبداية الخمس دقائق اللي هي ما بين
2.5 ل 5 2.25 الى 2.5 بنشوف ان في تنفيذات على اسعار يعني الاغلاقات قبل الجلسه قبل الجلسه بالظبط المارجن لازم يتقفل بالظبط عشان ممكن ما يكونش في طلبات على على الاسهم اثناء الخمس دقائق اللي هي من 2.5 ل 5 لحد 2.5 فبالتالي بيكون من الاضمن ومن الاصح قفل المراكز المفتوحه كمارجن في قبل جلسه المزاد ما تبدا يعني. وحكايه ان السهم عندك مثلا ارتفع بنسبه 5% لا ممكن في جلسه المزاد يكون اغلاقه اقل من كده فالحق بيع او ما تبيعش برضو افهم الحته دي هل لما ارتفع معايا السهم ببساطه يعني بدون انا حتى امثله لما ارتفع السهم لنسبه معينه مثلا يحصل تخارج منه لو انا كنت من مش من المستثمرين اللي هم حتى قاصرين الاجل مش فكره تخارج يعني احنا عندنا الخمس دقايق اللي بعد جلسه المزاد يعني هنعتبر ان سي مثلا 10 جنيهات هو سعر الاغلاق بعد جلسه المزاد هو ما ينفعش حتى لو في طلبات اكتر من العشرة مش هينفذ السهم غير العشرة اللي هي في جلسه المزاد اتحددت فبالتالي لو السعر قبل جلسه المزاد قبل بدايه جلسه المزاد اعلى من سعر الاغلاق او متوسط الاغلاقات فبنشوف ان في من الافضل اغلاق المراكز الماليه المفتوحه او جني ارباح لان بعد جلسه المزاد هيكون السعر اقل على سعر الاغلاق على الاغلاق بالظبط. طب بعض المقترحات اللي شايفه ان احنا لزياده نسبه العرض والطلب يعني مد مده الجلسه نص ساعه لتعويض جلسه المزاد راي حضرتك ايه؟ انا اعتقد ان تعويض جلسه التداول بنصف ساعه زياده لتعويض الربع ساعه او العشر دقائق اللي هي في جلسه المزاد هو شيء ايجابي طبعا هو هيزود السيوله في السوق هيزود حركه الاسهم وحركه تعاملات المستثمرين لكن اعتقد ان الزياده ليست كافيه يعني هي مش نص ساعه هي اللي هتكون بديل لجلسه المزاد لا احنا ممكن يعني انا اتوقع او شايف من وجهه نظري ان احنا ممكن نلغي جلسه المزاد اصلا ويبقى التنفيذات او سعر اسعار الاغلاقات تكون على اخر نصف ساعه ده مقترح يعني وبناء عليه اخر تنفيذات اخر نص ساعه ما حد او اخر ربع ساعه هي التنفيذات اخر ربع ساعه على بديل الاغلاقات كبديل الاغلاقات بالظبط طيب النهارده الرقابه الماليه وافقت على اجراء بعض التعديلات على عمليه القيد والشطب هل طبعا ده من ضمن الايجابيات نوع من الاجراءات التمهيديه للطروحات الضخمه شايف حضرتك انعكاس مثل هذا القرار على السوق هيكون ازاي من باكر والفتره القادمه ان شاء الله طبعا البورصه المصريه كانت تفتقر للطروحات الحكوميه الكبيره من 2006 من وقت طرح المصريه للاتصالات وشهدنا رد فعل ايجابي على البورصه المصريه لمده سنتين او سنتين ونصف تقريبا شفنا فيه جذب جديد لمستثمرين كتير وشفنا فيه ضخ سيوله كبيره في السوق بعد اكتتاب المصريه للاتصالات او بدايه الاكتتاب كنا نفتقر الى طرح حكومي قوي لجذب كثير من الاموال المستثمره في البورصه مع هذه التعديلات اعتقد ومع الاعلان منذ شهر تقريبا عن طرح نيه الحكومه طرح شركه العاصمه الاداريه بسيوله 100 مليار جنيه وحجم اصول تتخطى 3 تريليون جنيه اعتقد ان ده كيان هيبقى كيان ضخم جدا وعلى غرار المصريه للاتصالات اخر طرح حكومي شاف ان الاجراءات الجديده او التعديلات الجديده دي تمهيدا لطرح هذه الشركه الكبيره جدا وذات الاصول الضخمه جدا لم يحدث هذا من قبل في البورصه المصريه وخاصه ان قطاع العقارات دايما بيستحوذ على المرتبه الاولى في التداولات وفي انشط القطاعات بالسوق شايف ان الطرح ده هيكون طرح قوي جدا ومن ثم هيجذب عدد اكبر من المستثمرين الحاليين في البورصه هنشوف ان في استثمارات اجنبيه بتضخ في سوق المال عن طريق الفند صناديق الاستثمار او شركات الاوراق الماليه كافراد وهنشوف ان في رواج كبير جدا في قطاع العقارات كمقيد يعني في البورصه كاسهم في البورصه وهنشوف ان طبعا على غرار يعني ده مستقبل احنا بنتكلم عليه واعد على المدى القصير ولا المتوسط ولا الطويل بالظبط يعني اعتقد ان احنا على المدى المتوسط يعني مش هنقول القصير لان احنا كنا منتظرين الطروحات الحكوميه منذ فتره طويله كنا بنسمع عن طروحات نيه الحكومه لطروحات كذا كيان حكومي وكنا دايما بنستعجلهم للطرح في البورصه لزياده الاموال المستثمره ونشوف جذب للمستثمرين ارتفاع
ارتفاع اعداد المستثمرين. من اخر تقييم من هيئه الرقابه الماليه كان اعداد المستثمرين اخر 2020 كان ما يقرب من 378 الف عميل، وده رقم ضئيل جدا بالنسبه للبورصه المصريه وحجمها واهميتها في المنطقه العربيه كلها. فاعتقد ان احنا محتاجين طرح قوي على غرار طرح ارامكو السعوديه. زي ما شفنا كده ارامكو السعوديه حققت طفرة كبيرة جدا ما تتخطى ال 25 مليار دولار، أكبر حصيلة اكتتاب حصلت في تاريخ البورصات كلها. نتمنى أن نحدث هذا مع طرح العاصمة الإدارية الجديدة. هناك مقترحات من بعض المراقبين والمتابعين للسوق بيعني حلقة نقاش هي شبه مجتمعية ما بين الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء سوق المال للتوصل إلى شكل أو إضافة مقترحات وأفكار وامتيازات تحفز العملية الاستثمارية في السوق. هل شايف حضرتك في حالة ما إذا تم ده ممكن التوصل لأي حلول وسط يعني تكون صالحة لكافة الأطراف بالنسبة لمسألة الضرائب والمتعلقة ولسه هي المفروض تطبق أو لا تطبق، الله أعلم بهذا الأمر، أيضا بالنسبة لامتيازات تضاف جديدة، أم أن الأمر سيمتص السوق الحالة البلبلة اللي كانت في الفترة اللي فاتت ويبدأ بقى يعاود الصعود تاني مع الطروحات؟ هي عامة في الأمر عامة مع التشاور مع خبراء السوق ومع وزارة المالية ومع هيئة الرقابة المالية ده شيء إيجابي جدا، وأعتقد إن هو بيصل في الآخر إلى أوسط الحلول وبدون الإضرار الكامل بمصالح المستثمرين وبدون الإضرار الكامل أو التعارض مع مصلحة الهيئة ووزارة المالية. المقترحات المقدمة طبعا بشأن موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية، يعني إحنا يعني ياريت أتمنى إن كلمة ضريبة أرباح رأسمالية تحذف من القاموس بسبب طبعا دي عدة أسباب. أعتقد إن هي ممكن تكون موضوعية إلى حد ما. ضريبة الدمغة اللي هم اللي استبدلت بضريبة الأرباح الرأسمالية حين صدورها هي أكثر تحصيلا وعائدا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنها تستقطع من المنبع عند حدوث العملية، عملية البيع أو عملية الشراء. ولكن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي تنتظر الوزارة المالية نتائج فتح المركز المالي في نهاية المدة المقررة. يعني شايف حضرتك ان ضريبه الدمغه هي ممكن تحقق المراد وممكن تزود عدد المستثمرين والمتداولين وممكن تزود السيوله والجذب ما كانش معاك بالظبط. فضريبه الدمغه هي اكثر عائدا، انا شايفها اكثر عائدا ونفعا للدوله للموازنه العامه للدوله اكثر من ضريبه الارباح الراسماليه. دايما المستثمرين الاجانب عامه بيهربوا من الاسواق بتاعتهم الحد الاقصى من الضرائب بتصل الى 80% على الارباح المباشره، فدايما بيتجهوا الى الاسواق الناشئه. فاعتقد ان احنا كنا بنطالب بمزيدا من التسهيلات ومزيدا من تبسيط الاجراءات والاجراءات التي تجذب اعداد كبرى من المستثمرين الاجانب وضخ الاستثمارات في البورصه. بنشوف ان ضريبه الارباح الراسماليه اعتقد انها ممكن تكون من ضمن المعوقات لزياده الاستثمارات الاجنبيه سواء طبعا على المقيمين، لان التعديلات الاخيره بتعفي الغير مقيمين من ضريبه الارباح الراسماليه. اعتقد ان ضريبه الدمغه شايفها ان هي اكثر كافيه يعني واكثر عائدا على الخزانه المصريه من ضريبه الارباح الراسماليه. على الرغم ان البعض شايفين المؤشر السبعيني ما بيتاثرش باي احداث وان السيوله لا زال هو المستحوذ الاكبر عليها، الا ان فعلا هو برضو تراجع المؤشر التلاتيني يقلل من نسبه الدعم للسبعيني. هل ده صحيح ولا خطا؟ ولو هو صحيح مصير عمليه جني الارباح هل هتخلي عمليه السيوله في نفس الدائره اللي بنتكلم فيها 500 مليون نص مليار مليار الا مليار وتجاوز بسيط ام ماذا؟ خلينا نتفق ان الاسهم المضاربه كانت هي بطل المشهد في اداء المؤشر السبعيني واسهم المضاربات والمتاجره السريعه. دايما الافراد بيتجهوا للاسهم المضاربات والمتاجره السريعه بعد ما حصل طفره فيها بعد ازمه مارس 2020 بعد ازمه كورونا. شفنا في طفرات سعريه في مستويات قياسيه بتحصل في الاسهم، ومن ثم طبعا كان ليها رد فعل على المؤشر وحقق ارقام قياسيه وصل لحد 3050 نقطه. في اتجاه
من الافراد بنشوف في الافراد بتبقى محتاجه مضاربه، دايما بتتجه للمضاربه رغم سريع يعني. بالظبط، رغم ارتفاع المخاطره يعني بيبقى في مخاطره هاي ريسك، ولكن المستثمر بيتجه دايما او دايما بيبقى عنده رغبه ان هو يحقق مكسب سريع. حتى لو في خساره سريعه فهو بيتقبلها وبيدور على مركز تاني يفتح يتم فتحه في ورقه تكون بتصحح عامله كوركشن بتاعها كوركشن عنيف مقابل لقوه الصعود، وبيبدا يفتح فيها مركز مالي على امل تعويض الخسائر. تمام. طيب جلسه بكره الكل شايف ان اللي بيحصل ده جني ارباح، شايف حاجه جلسه بكره ان شاء الله ازاي؟ انا شايف ان الاستقرار اعلى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطه اكثر من 3 جلسات، شايفه مطمئن جدا مع اتجاه الاجانب المؤسسات الاجنبيه والعربيه نحو الشراء، ده شيء ايجابي جدا. شايف ان احنا ممكن نختبر بالاستقرار على الدعم الرئيسي، ممكن نختبر مستوى المقاومه ال 11200. شايف ان في بعض المراكز الماليه والسيوله بتضخ عند مستويات الدعم سواء من الافراد او المؤسسات على الاسهم القياديه كفيله انها تحمي من كسر الدعم. بالظبط، لكن لو في حاله كسر المستوى الدعم الرئيسي لاي سبب من الاسباب هنشوف مستوى ال 10850 كمستوى دعم رئيسي تاني بعد مستوى ال 11000 نقطه. استاذ حسام عيد خبير اسواق المال، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقه اليوم برنامج مؤشر النيل، الى اللقاء غدا فاروق عمل جديد، دمتم في امان الله.